السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم يوسف من قناة Righteous Progress. إن شاء الله الحين نكمل من بعد ما ذبحنا هذه. أول شيء خل نروح نخزن، نروح نسيف. مشكلة كنا في طريق هني. يلا يلا يا باردو، شنو هذا؟ خلينا نشوف في اغراض. دخلنا الليلة الثالثة. مستحيل مو حاطين شي فوق، بس والله خايف احوص يطلع لي شبح. هاكا شفتوا؟ احلف ابي اغفلهم. لا هي 22. حلو اقدر اطور، نطور رينج. ليش؟ وين هذا؟ شلون شكله اصلا؟ لا تموتين يا بنت الكلب. روحي روحي إيثا يا مرض. ضيعنا عليك مليون فيلم يا حيوان، اتلف. ترين زلزال هذا. شنو المكان بالضبط؟
سيف احسن. بس دقيقة خلنا نسوي شيء. اوكي شباب، ما ادري شنو صار بس وقفت البلاي ستيشن ورديت شغلت اللعبة مرة ثانية. ما احب كذي طبعا. هذه اتوقع هني اتوقع هو هذا السيل. زين وين المكان بالضبط؟ وين؟ حس هني مقفولة فوق. معقولة كذي؟ هي كذي الصورة مصورة. ايه هني كاها 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 ابن الكلب. كراشت وومن. نشوف بعد اذا نقدر نطور شيء. اربعة وعشرين الف.
بيك. هذا حيل صعب، صرت عنده مليون مرة. هناك في شيء. هني الطريق وين؟ اوكي. اذفل عن ابوك، اذف. شنو في هناك؟ تخزينة. حلو حلو، في تخزينة. نخزن أول. لعن أبوك، لعن أبوك، وأنت لاحقني بكل مكان. Yeah.
اذلف يا تبن. اي والله قاعد لي ما يبيني اخزن. يلا اوكي خلينا نكمل الطريق بس. خزن بعدين. حلو ها شو نسوي؟ ليش كلهم صح؟ شو اسوي؟ شلون حل؟ ايش
شيء قاعد أسويه غلط. عرفت هذي خليها تحت لحظة. هذي حطها هني. هذا مكانك. وهذه هني. حب هني. وخلصنا وحلينا. حلو. The mystery of the cabin and the moon well. غموض المكتبة. بئر القمر. بئر القمر في داخل معبد القمر. خاشينه او مخبينه مكان داخل هذا. الكابينة تتحرك. قاعد يشرحون اللغز، ما له معنى. زين هو كهو قدامك يعني. حلو حلو. هذا عرفنا مكانه. زين هذا هناك. عرفت مكانه. الثالث وين؟ وين هذا؟ صخور.
مكتبة. شنو بعد؟ عرفت مكانه، عند الشبح القثيث. هذا أول واحد. كيري has been acting strangely. كيري قاعد تسوي أشياء غريبة. Ever since she met the young guest, من أول ما قابلت الضيف الصغير, I do not suppose she is attracted to him. ما أعتقد أنها معجبة فيه. لا أعتقد أنها معجبة به. If she became too deeply involved with the world because of him, لأنها قامت تسوي أشياء بالحياة عميقة. هل من المعقول أن بسبب هالسبي يعني؟ She may lose her potential as a proper shrine maiden. We will have to do something. آه يعني هي حبت واحد قامت تسوي حركات وهالشي ما يصير يضحون فيه. أحسن لها خدها. أنا ودي أسيف قبل لا أروح حق الشراين الثاني. واضح انهم حيل صعبين. الله يهداهم. صعبة واللعبة على اخر شي حيل. قبل كانت معقولة.
هذا المكان الثاني. لف We followed the master's order to head the guest. قاموا خذوا الضيف مالهم وخشوه. خبوه بمكان يعني. I told Kiri our guest has gone home. يعني هو جالهم واحد البيت وهي انعجبت فيه كأي يعني كبنية يعني انعجبت فيه. فهم ما يبونها تحب الناس لأن بيضحون فيها. يعني لا راح تاخذه ولا راح يتزوجها. اي حياتها يضحون فيها. المهم نكمل. We will have to carry the body far. اذبحوه. Far away so that Kire never finds out. عشان ما تعرف كيري خذوا الجثة جثة الضيف وودوه بعيد. I felt sorry for the poor man. هو يعني sorry لانه ذبح الرجل. What else could I do? لازم نحمي المعبد هذا وطقوسه. هون الأواتم عشان يضحون فيها. هذا والله المقرود اللي داعي عليه أمه. خلنا نسيف وأوقف وأبحث عن هذاك المكان عشان ما أطول عليكم لأن ما عرفت مكانه صراحة.
اوكي شباب، يعطيكم العافية على المشاهدة. إذا عجبكم الفيديو بليز لايك شير سبسكرايب. كان معاكم يوسف من قناة Righteous Progress، ويعطيكم العافية مرة ثانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.